قبل الفاصل قلت لكم هنحاول نقنع كابتن محمد عبد الله ببيرسي تاو، بس لسه ما اقتنعش، هنحاول نكمل اقناعه بهذا الامر. ماله بيرسي تاو معاك؟ لا يا عم انا يعمل ايه الراجل مسجل جولين؟ انا هبارك للنادي الاهلي على وصوله نهائي دوري ابطال افريقيا. انما بيرسي تاو انا بقول لك والله هي قناعات. يعني لسه كنا بنتكلم مع جمال دلوقتي. لا اديك حقك بس الاول. اتفضل. اديك حقك قبل اي شيء. اتفضل. انا فاكر اول ما النادي الاهلي صعد لنصف النهائي وقلت لك الترجي هيلعب من غير جمهوره، قلت لي بجمهوره من غير جمهوره لا هيكسب الاهلي، وصل ده وقلت لي كمان الاهلي هياخد البطوله. بس انا فاكر الكلام ده ده اللي انا بقوله لك. قلت اديك حقك دلوقتي وما زلت مصمم ان خلاص البطوله في الجزيره بغض النظر بقى بيرستا بعيد بقى عن بيرستا وتا وجيتا وراح بالظبط البطوله في الجزيره. عظيم جدا، يا رب خير ان شاء الله. ماله بقى بيرستا؟ مش ماله، انا بقول لك في الاول والاخر هي قناعات. تمام. يعني انا بتكلم لما كنا بتكلم انا وجمال وخليفه دلوقتي سي مثلا انت اتكلمت على بن شرقي في الفاصل. طب وكينو الداتا بتاعته قديمه، يعني كان في منتخب برازيل او لا؟ طبعا لا طبعا. بس كينو ولا بيرستاو؟ كواليتي كينو طبعا. لا صح طبعا، ده اللي انا بتكلم فيه. معلش انا اسف، معلش لما يجي لي محترف كمل قبل ما اتفضل. ما هو برده انا جايب كينو ده جاي الدوري المصري بكام؟ ما هو قيمه تسويقيه. ما انا برده لو هدفع 10 مليون هروح اجيب واحد كمان احسن من بيرستاو. انا بتكلم واحسن من كينو واحسن من 10 مليون. ده اللي انا بتكلم فيه. يعني انا لا انا بتكلم على قد برده. يعني لا هو ما تقوليش النادي الاهلي على قدي. لا ما هو مش هيدفع 10 مليون برده. لا 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 الرقم اللي دفع في كينو مفيش حد في البيزنس يقدر يدفعه. مفيش في الشغل. انا بكلمك في نقطه ايه، ان انا لما اجيب محترف لازم يبقى على قد الحدث. يعني ولازم يبقى فارق قوي عن الناس اللي موجوده. كينو ما كانش فارق. ما انا بقول لك كان فارق. سيبك بقى من المبلغ اللي اتحط او اللي هو اللي خده. ما تفرق بين شرقي لا ادينا 10 مليون لما نقول بس بين شرقي ما كانش فارق. قبل ما توني كروس هيعتزل هجيبه الدوري المصري. توني كروس بين شرقي ما كانش فارق مع نادي الزمالك. مش فارق وبعيد طبعا كان فارق. بس ده اللي انا بتكلم فيه. انما انا بكلمك انت شايف ان بن شرقي كان افضل من بيرستاو؟ طبعا طبعا. انا مع الكابتن محمد طبعا طبعا. كابتن مختلف؟ لا انا التاني انا ده حاجه اللي كنا بنقوله اوف اير. انه على صعيد تاثير بن شرقي مع الزمالك والاستمراريه بتاعه بن شرقي في الفتره اللي قضاها بن شرقي مع الزمالك، طبعا بن شرقي تاثيره مع الزمالك اكبر من تاثير بيرسي تاو. على صعيد الكارير منتخب اوروبا، ما هو اشهر بن شرقي راح فرنسا. وبالمناسبه كان خليفه بيتكلم على الاصابات، هو ما اصابش غير في برايتن وبعديها طلع بلجيكا ما اصابش خالص. ده بيرسي تاو لعب لعب موسمين كاملين، احسن محترف احسن لاعب اجنبي في الدوري البلجيكي سنتين ورا بعض قبل ما يجي مع سانت كلوز قبل ما يجي النادي الاهلي. فبيرسي تاو ككارير لا طبعا افضل من اشرف بن شرقي بلا جدال، ولكن تاثيره مع الاهلي بيرسي تاو واشرف بن شرقي تاثيره برضه ظلمه برضه. طب ما انا ممكن اجي اقارن لك بيرسي تاو بكينو برضه. لا ما انت بتتكلم وانت دلوقتي ما اتكلمناش عن الاهلي. جمال فيها نقطه برضه، منتخب المغرب ولا منتخب جنوب افريقيا؟ المغرب فيها مين وجنوب افريقيا فيها مين؟ منتخب المغرب طبعا. وبعدين انت لو اتكلمت ده عذر بن شرقي ان ملوش كارير دولي كبير. جمال انت دلوقتي انا بقوله يعني في بدايه الكلام على كينو احنا اتكلمنا ان ده قيمه التسويقيه بتاعته اعلى، انما لو كنا على الكارير بتاعه طب ما يبقى خلاص ما تقوليش بطل القيمه التسويقيه بتاعت عشان كده ما كانش عليه ولا عمره هيبقى ليه. انت طب انا عندي فكره، انا عندي